بتكون جزء من عيلة بتبقى رسالتك في الدنيا ان انت تخلي بقية العيلة دي ما يشوفوش ولا يوم صعب. تكتشف ان مفيش اي حاجة صعبة على الحب، بيحقق المستحيل. وفي زحمة الدنيا ما بيبقاش في وقت ان انا اقعد مع ابني اقول له انا بحبك، او ابني يقعد معايا ويعبر عن مشاعره. لما ربنا بيرزقك هدية ابن او بنت بتبقى انت عايز تتحول بالنسبة له للفانوس السحري، عايز تعمل له اي حاجة هو نفسه فيها، عايز تشوفه على الاقل مبتسم، عايز تحول حياته لحكاية جميلة. والنهاردة هنعرف مين هو بطل الحكاية. بشوف نفسي قبلي واشوف بعدي، بحس ان انا بقيت انسانة افضل بكتير قوي من الاول. ولادنا بيفرضوا نفسهم في المكان اللي هم موجودين فيه. بتحسسني بالحنان اللي في الدنيا كله لما بتترمي في حضني كده، ولا لما بكون تعبانة وتحط ايديها على دماغي كده. حنية ياسين، طيبة ياسين، كل حاجة فيه شاوته. انا ابقى متضايق هو لي يلعبني. انا اول مرة على فكرة اخرج فسحة زي دي في حياتي، يعني من ساعة السيسي ما مسك احلى حاجة عملها هي الاولاد دي. دول عملوا حاجة كويسة، اللي هم بدأوا يعملوا عملية دمج. بحس دلوقتي ان هم بدأوا يخشوا في نسيج، حتى نظرة الناس بقت مختلفة. تحس ان ياسين دلوقتي نجم حقيقة. انا فخور بيه، عايز اشوفه ناجح، عايز اشوفه محبوب، عايز اشوفه ان هو يقدر يقول كلمة لا، يقدر يعترض، محدش يستغله. هو انسان كده ربنا جعلني ورزقني بيه ان انا امشي اتباهى بيه. هي بتخطف اي حد، هي متحيزه لاي حد، يعني هي تحسها كده هي بتحتوي اي حد قدامها، وبيبقى هو اللي محتاج حضنها. يعني مش هي اللي بتلاقي عندنا الامان، احنا اللي بنلاقي عندها الامان. هو ما اسمهوش احتياجات خاصه، هو اسمه قدرات خاصه. انا ابني مميز وانا مميزه بيه، علشان هو عنده حاجات ولا عندك ولا عندي ولا عند اي حد. اي حد بيتعامل مع ملك تديله يعني طاقه ايجابيه عجيبه، سواء بكلامها او بافعالها او بنظرتها حتى. بطلب من ربنا يمد في عمري اشوف ياسين ده حاجه كويسه يعتمد على نفسه فيها. الاطفال زي دي حتى لو اخت او حد مش هيهتم بيه زي الاب والام. هي دي بس مشكلتي، ممكن اموت اسيبه، هي دي مشكله. كل أب وأم شفناهم وقفوا ورا أولادهم صنعوا منهم أبطال، أثبتونا إن مع الحب مفيش مستحيل. وفي زحمة الدنيا لازم نكتب لبعض ونصارح بعض بالمشاعر اللي ما بتجيش فرصة عشان نظهرها. بتعلمنا نوع جديد من الحب، إنك إزاي تحب حد أكتر من نفسك وتديله كل حياتك لمجرد إنك تشوف ابتسامة على وشه وتشوفه ناجح. أنا بحس إن اللي أنتوا بتعملوه ملهم لينا جدا. أنا لما ببص في عينيكم بحس إن أنا لازم أكمل. فأرجوكم استمروا، إنه مفيش أصلا حاجة اسمها طفل نورمال، مفيش حاجة اسمها طفل عادي. هو كل طفل كنز. أنا دايما يا أحمد شايفاك بطل من غير أي حاجة. وكمان أنا اتعلمت منك يا أحمد حاجات عمري ما أي حد علمها لي. شكرا على كل لحظه حلوه ووقفكم معايا، شكرا على الخير اللي اتعمل معايا. امنيه حبيبتي، بحبك قوي 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 من اول لما شلتك بايدي وراس قلبي، والله بحبك. انا بحب ماما قوي، بابا قوي. كل الكلام اللي مكتوب ده تتفرج على حكايه حلوه وتشدك، بتيجي في وقت بيبقى البطل انت خايف عليه، لكن لما البطل بيكمل وبيحاول وبيصدق ويقع ويقوم ويقع ويحاول تاني وينجح، بيتحول في النهايه لشخص ملهم انت محتاج زيه في حياتك. ده اللي انا اتعلمته من كل اب وام هنا في الثلاث ايام. طول ما هم مصدقين في اولادهم هيفضلوا هم الابطال في حكايتهم. أنا عايز أقول لأبو ياسين، عايز أقول لأبو ياسين اللي بيقول خايف إن أنا معلش أنا آسف قطعتك، يعني معلش، بس مش هقول لفت نظري. أنا عارف إن كل أب، مش حتى اللي عنده موقف الاختلاف ده،
أي أب طبيعي وأم كمان بيبقوا دايما يعني بيفكروا في أبنائهم وبناتهم بعد ما يغادروا الدنيا. لكن أنا هقول لك ليكوا كلكم، ربنا بيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مش عبث، واللي خلق الكون مقدره ومسيطر عليه سيطرة فوق تصورنا كلنا، مهيمن على ملكه، وكل خطوة فيه كل نفس محسوب ومقدر. والدنيا ماشية بقالها آلاف السنين بكل حاجة، لا ده خلص ولا ده راح، لا ده خلص ولا ده راح، هو موجود. مش بقول كده عشان حاجة، ده مش معناه ان الدولة ملهاش دور. ولما اتكلمنا على الصندوق بتاع قادرون باختلاف، مش عشان نفكر الناس بيه دلوقتي، لو احنا النهاردة انا قلت كلمة بس طولت عليكي، اتفضلي. لا عشان البنت، اتفضلي 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 يا فندم. لا لا صباح الورد، أنا عايزة أرحب بزميلتي الجميلة اللي منورة المسرح وهتشاركني في تقديم هذه الفقرة، خديجة. صباح الورد يا خديجة. صباح ياسمين الطاقة الإيجابية. أنا خديجة شعبان، عندي 19 سنة، طالبة في كلية آداب إنجليزي الجامعة البريطانية. أنا جاية النهاردة أشكر